السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ الأصيل. اليوم راح نشارك معكم طلبية تاع كيكة عيد ميلاد بهذا الشكل وبتزيين الصابلي. درتها في وقت قصير كما على بالكم، رانا كامل مع اختبارات الدراري، ان شاء الله ربي ينجحهم كامل. يعني في الوقت اللي يكونوا فيه راقدين ولا يكونوا يقراوا في المدرسة، يعني هو اللي نقدر نخدم فيه. على هذه قلت لكم وقت قصير. المهم هذه هي الكيكة اللي راح تشوفوها معايا في هذا الفيديو، ان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم عاونوني بلايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. نبدأ بسم الله في التحضير. هنايا كما راكم تشوفوا ديجا راني بديت، يعني حضرت البسكوي الاولى. راح نزيد نحضر واحدة اخرى. هذا هو الشكل نتاعها. راني مشاركة معكم شحال من خطرة الوصفة نتاع البسكوي اللي نديرها في الكيكات. راح ندير البسكوي الثانية. كما شفتوا معايا عندي 3 حبات بيض، عندي 150 غرام سكر عادي، 150 غرام فارينة، راني دايرة معاها مغرف خميرة كيميائية ومغرف لافاني. بديت نخلط في البيض، والبيض دائما نقول لكم ديروه بحرارة الغرفة، ولازم الحجم تاع الحبة تاع البيض تكون كبيرة. ضربت البيض مع السكر حتى نشوفوا الخليط ولا ابيض كما شفتوه معايا. من بعد نبداو نضيفوه في الفارينه، نضيفوها تدريجيا على 3 مرات. نضيفها بالصفايه ونبقاو نخلطوا في كل مره بالسباتول ولا بالفوي، المهم تخلطوا بهذه الطريقه، يعني الخلط ما يكونش عشوائي. بعد ما نكمل الكميه تاع الفارينه، ندير الخليط نتاعي نديروه في صينيه. الصينيه هذه راني دايره عليها ورق زبده. نسقم الخليط نتاعي بهذه الطريقه ونطيبوه في فرن يكون شعل مقبل على 180 درجه. في نفس الوقت رحت حضرت الشربات. الشربات درت فيها كاس سكر عادي مع 2 كيسان ماء، ودرت لها برج قارص، خليته غلا 10 دقائق وطفيت عليه. هاي ليك الشكل تاع البسكوي تاعي بعد ما طاب. هنا كما شفتوا معايا حضرت 2 بسكوي. راح ندير كيكه مدوره دوك تشوفوا معايا. هنا كما راكم تشوفوا راني نطلع في الشانتيي. درت 2 كيسان غبره شانتيي مع 2 كيسان ماء، لكن الماء ما عمرتوش مليح، نقصت في الكميه باش تجيني يعني شاده روحها، هذه الكريمه شاده روحها. درت لها مغرف كبيره عطر الكراميل، ودرت لها مغرف صغيره يعني غير شويه فقط ملون احمر باش تحصلت على هذاك اللون الوردي. هنايا راح نبدا نخدم في الكيكه. درت الصينيه، درت عليه حطيت فوقها المول هذاك الدائري. بعد ما قطعت اكيد البسكوي تاعي بهذا الشكل، نحط الطبقه الاولى من البسكوي، شربتها مليح بالشربات اللي تكون بردت، ودرت لها ايضا عطر الكراميل. من بعد درت طبقه من الشونتيي، وراح نزيد طبقة من البنان، يعني أكيد هذا اختياري على حسب طلب الزبونة. راني نقطع فيه هكذا مربعات، ممكن نتوما ديروه دائري ولا يعني ميهمش. من بعد نزيد طبقة من البسكوي، وكما دايما نقولكم يعني ميهمش البسكوي الشكل نتاعو كما هنايا، من بعد في الأخير مش راح تبان. بعد ما شربتها درت ايضا طبقه من الكريمه الشونتيي، هكذا حتى نكمل كامل الطبقات. انا هذه الكيكه درت فيها 4 طبقات، وفي كل مره نحشيها بالبنان. هذه الطبقه الاخيره هاي اللي كنسقمها. هكذا من بعد ننزع هذاك المول هاوليك. الان راح نغطي الجوانب بكريمه شانتيي بهذه الطريقه هكذا.
نغطيهم كامل. من بعد نروح نحط هذيك الكيكة، نحطها في المجمد باش نديرو لها القناش. القناش هنا يا عندي 100 غرام شوكولا سوداء ب 50 غرام كريم فريش، راح نسخنهم. انا يا راح نديرهم في حمام مائي، تحبوا تديروا في حمام مائي او تسخنوهم في الميكرووند. هاوليك الشكل نتاعهم بعد ما سخنتهم. راح ندير كريم فريش نديرو فوق الشوكولا نتاعي بهذا الشكل. من بعد نبقى نخلط هكذا، نخلطها حتى يتجانس هكذا. من بعد نجبد الكيكة تاعي من المجمد هاي ليك، ونجيب القناش اللي كنت حضرته راح نحطه فوق الكيكة هكذا. من بعد ندير هذاك القناش في البوش هكذايا، وندير هذو الأشكال هكذا يعني تكون سائلة. البنات انا الخطأ هنا اللي درتو يعني مع التصوير وكامل جمدت لي القناش تاعي. انتوما من الاحسن يعني ديروه هو شوية سخون لانه الكيكة تاعنا راهي باردة. المهم كما شفتوني زينت الكيكة تاعي في بالشونتيي في الاطراف كما شفتوني. وهنايا راح نروح للتزيين. هنايا عندي عجينة سكر باللون الوردي، درت لها تايلوز. تايلوز هذا يا البنات كاين بزاف يسقسوني عليه، يمد لكم القوام المطاطي يعني كي تكونوا تخدموا فيها، وايضا ينشف لكم عجينة السكر تاعكم كي تخدموا بها التزيينات. كما هنايا انا راح نحضر معاكم الورود، انا راني نخدم فيها في نفس اليوم اللي تدي فيها زبونة الطلبية نتاعها. على هذيك درت كمية من التايلوز وحليت العجينة تاعي بهذاك السمك اللي شفتوه معايا. بديت نطبع هكذا دوائر صغيرة. من بعد نجيب هذوك الدوائر ونجيب هذه الأداة ونعبز عليها في الطرف هذا هكذا، ونبدا نحكم بالوحده. هذه الاولى لويتها بهذه الطريقه، ونبدا نلصق معاها يعني الدائره الاخرى بالغراء الغذائي. راكم تشوفوا في الطريقه يعني ماهيش طريقه احترافيه، لكن نحتمد لكم نتيجه مليحه خصوصا للمبتدئات. هاي لك في كل مرة نديرو الغراء الغذائي ونحطو. وكما شفتوني راني نقرص في الأطراف باش تجينا شكل وردة هكذا حتى نكملها، ونتحصلو على هذا الشكل. راح نحي لها الزوائد من تحتها هكذا، نحيهم بالموس وهاوليك الشكل نتاعها. راح نحطهم في المول السيليكون تاع القبة باش نخليهم ينشفوا حتى الاستعمال نتاعهم. هنايا راح نوجد التزيين الثاني، راح نحل عجينة السكر ايضا باللون الوردي. كما شفتوا معايا جبت الصابلي نتاعي، هنايا صابلي يعني طيبته عادي، صابلي عادي. درت 125 غرام زبده، صفار، حبه بيض، درت لافاني، زوج مغارف سكر كلاسي، ولميته بالفارينه. طبحتهم اشكال هذوما اللي راكم تشوفوا فيهم وطيبتهم عادي. نجيب عجينه السكر نطبعها بنفس الطابع اللي طبحت به الصابلي، ونلصقهم بالغراء الغذائي هكذا. هذا هو الشكل نتاعهم. دوك نكمل لهم التزيين في الاخير، دوك تشوفوهم معايا. جبت الكيكة نتاعي هاوليك صابلي بعد ما كملت له التزيين. في الاول حطيت الوردات اللي حضرتهم، انا حضرت 3 وردات هكذا حطيتهم مع بعض. من بعد بديت نحط في هذاك الصابلي اللي وجدته. هنا حطيت الشوكولا باش الصابلي تاعي يبان هكذا مرفود هكذا، نحطوه عشوائيا
الطريقة حتى نكملو نعمرو الكيكة نتاعنا. هاي ليك، هنا راح نزيد نعمر هذوك الفراغات بالعقاش الابيض هذا الكبير، راح يزيد له منظر شباب. وفي الاخير كامل زدت درت الكيكه نتاعي وردات بالشانتيي من تحت بهذيك الطريقة، وهذا هو شكل الكيكة نتاعي النهائي. هاي ليك، يعني عمرناها بالصابلي اللي مزين بعجينة السكر، هذا هو. هاوليك شكل الوردة، يعني عطيتلكم درت معاكم الوردة بطريقة سهلة يقدروا يديروها المبتدئات، وهذا هو شكل الكيكة النهائي بعد ما درتها في العلبة نتاعها. ان شاء الله تعجبكم. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.